لقد أجرينا مفاوضات مثمرة مع صديقي وزميلي أيمن صفدي، وبناء على التقليد الطيب كانت هذه المفاوضات مبنية على أساس من الود والصداقة والصراحة، ونحن في انتظار موعد عند جلالة المالك. وخلال هذه المقابلة أنا سوف أنقل التحيات والتقييمات الروسية حيال بعض القضايا الدولية من الرئيس بوتين. لقد تطرقنا إلى بعض المواضيع حول التعاون الثنائي بين روسيا والأردن، بما في ذلك التشجيع على التجسيد بعض القرارات التي تم اتخاذها في شهر فبراير من هذه السنة خلال عقد الجلسة للجنة الحكومية المشتركة. وأمامنا أفاق واعدة في مجال الزراعة وفي مجال اكتشاف الفضاء، وكذلك في الطب في إنتاج آيسوتوب وفي مجال الطب النووي. وكذلك سوف نواصل التعاون في مجال التعليم، نشهد قدوم 1500 طلبة أردني في جامعات روسية، ونحن مستعدين لتوسيع عدد المنح الدراسية على حساب الميزانية الروسية للطلبة الأردنيين. وخلال التبادل الآراء للقضايا الدولية أولينا اهتماما خاصا للقضية السورية، أولا من باب ضرورة احترام قرار 2254 لمجلس الأمن، ودعمنا موقفنا المشترك حيال ضرورة تأمين سيادة سوريا وسلامة أراضيها، وكذلك الحق لا يتجزأ للسوريين لتقرير مصيرهم بأنفسهم حسبا واحتراما لآراء كافة مكونات المجتمع السوري. دعمنا ضرورة الاحترام لكافة الالتزامات الدولية السابقة الداعمة للقرارات الأممية، وأشرنا إلى ضرورة خاصة لمختلف المنصات الدولية بما في ذلك إطار منصة أستانا. ونحن سابقا شاهدنا المشاركة الأردنية كمراقب، ونشجع على المزيد من التقدم بفضل الجهود الأردنية التعاون مع سوريا بما في ذلك في إطار الجامعة العربية. وأشرنا على ضرورة المزيد من المساعدة لدمشق من أجل تسهيل المعاناة للسكان من الباب الغذائي، وذلك احتراما لقرار مجلس الأمن الأممي التي تم تبنيها في شهر تموز من هذه السنة، ومع الأسف لم نشهد الكثير من التعامل بها من قبل المانحين الدوليين. وسمعنا من الأصدقاء آخر التطورات حول القمة العربية، وشاهدنا المشاركة الأردنية فيها، ونحن نرحب بنتائج هذه القمة ونشهد تطابق أو تقارب في وجهات نظرنا ونظر المشاركين في هذه القمة حول أجندة هذه الفعالية. أولا فيما يخص القضية الفلسطينية، أكدنا على موقف الروسي والأردني حول ضرورة تجسيد قرار مجلس الأمن والجامعة العربية والمبادرة العربية للسلام، ونقدر تقديرا عاليا الدور الشخصي لجلالة الملك عبد الله الثاني فيما يخص القدس وتأمين حق أتباع مختلف الأديان. ورحبنا بالجهود الدولية فيما يخص التصوية للقضية الفلسطينية، وأشرنا على التابع الفاشل للجهود الأمريكية لإفشال العمل الرباعي الدولي. إن هذا الرباعي الدولي آلة قانونية وحيدة وتم التصديق عليها من قبل مجلس الأمن للأمم المتحدة، والآن بسبب الموقف الأمريكي نشهد الجمود في عمل لهذه الآلة. وناقشنا كذلك الأوضاع في العراق، أكدنا على ضرورة الاستفادة من الحوار الوطني الشامل هناك من أجل التوصل إلى الحلول العراقية العامة
حول مختلف القضايا السياسية، وذلك على خلفية تواجد التحديات والتهديدات. رحبنا بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة السيد محمد السوداني لكي تبذل الحكومة كافة الجهود لتصحيح الأوضاع هناك من أجل تصوية كافة القضايا العالقة فيما يخص الخلافات بين بغداد وإقليم كردستان العراق. كما بلغنا الأصدقاء الأردنيين بآخر جهودنا المبذولة في إطار العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، وأكدنا على ضرورة لحماية سكان إقليم دونباس كما أكده الرئيس بوتين، وعدم التمييز حيال السكان المحليين الذين لديهم رغبة في الحفاظ على الارتباط الروحي والديني بروسيا. وشرحنا للأردنيين الأوضاع الحقيقية والجهود الروسية الصريحة للتوصل إلى الحل السلمي، وكذلك ذكرنا آخر الخطوات السلبية من قبل النظام في كييف حول إفشال كافة الجهود لاستئناف عملية التفاوض فيما يخص صفقة تصدير الحبوب. فنشعر ارتياح أنه بناء على المقترح التركي وقعت القيادة الأوكرانية ضمانة على الضمانات لعدم تكرار استخدام المسيرات الإنسانية لأغراض عسكرية. والآن شاهدنا استئناف المعمول بالجزء الأوكراني من هذه الصفقة، ومع الأسف الشديد لا نشهد أي تجسيد للجزء الثاني من هذه الرزمة للاتفاقيات التي تم طرحها من قبل أنطونيو غوتيريش، وهو رفع كافة الحواجز أمام التصدير للأسمدة الروسية والحبوب الروسية. ودعونا الأمين العام للأمم المتحدة، وأنا شرحت لمعالي الوزير طلبنا من الأمين العام لكي يكون وفيا بكافة الالتزامات السابقة حول هذا البند، ونأمل بأن كل الدول التي تشجع على الحفاظ بهذه الحواجز أمام التصدير الروسي من القمح والأسمدة أمامهم الوعي التام لعدم وجود أي نفع من هذا التصرف، وعليه من الضروري تبني الخطوات والإجراءات العاجلة حول رفع الحواجز أمام هذا الجزء الثاني. وإذا دار الحديث حول تصدير الحبوب الروسية، فإن الكميات الممكنة من التصدير عالى بكثير من القدرات التصديرية من الحبوب الأوكرانية. لقد أجرينا حوارا مثمرا هنا في الأردن، وأنا قدمت الدعوة لمعالي الوزير لكي يزور روسيا بأول فرصة سانحة، وشكرا لكم.